مباراة الأمس كانت أمام الرائد نتيجة كبيرة جدا بالستة. المباراة القادمة أمام إلسال كوري، هل تتوقع بأنها تكون مؤثرة بالنسبة لأنها تكون نسبة فرح تؤثر على اللاعبين أن يستصغرون من فريق إلسال كوري؟ لا ما في أي مقارنة، هذه مسابقة وهذه مسابقة أخرى. بدنا مباراة أمام فريق الرائد يمكن نتيجة كبيرة، يمكن هي اللي ممكن تخفف من أنه التفكير في أنه مباراة إلسال راح تكون سهلة، لأنه كان فوز صعب وعلى فريق منافس يعني في صدارة الدوري كان ممكن يكون فيها تأثير، لكنه الرائد يمكن الآن يمر بمشاكل وإحنا عارفين مشاكل الرائد اللي قاعد يمر فيها والفرق الإمكانيات بينه وبين فريق الرائد، فما أعتقد أنه راح يأثر إن شاء الله. بالنسبة لياسر القحطاني، سبب عدم ابتسامة ياسر مباراة الأمس بعد كل هدف سجله؟ أنا ما أدري صراحة، يعني إذا صار الناس تركز حتى في الابتسامة فهذه مشكلة صراحة، يعني ما إن ضحكنا ركزوا قالوا ضحك ليش، وما ابتسمنا قالوا ليش ما ابتسم، ما ادري صراحه. انا اتركها واعتبرها حريه شخصيه وما حد له حق انه يتدخل فيها. بالنسبه لارقام ياسر القحطاني خلال تقريبا 8 جولات الى الان 7 اهداف تقريبا، مقارنه بالمواسم الماضيه ينتهي الموسم ب10 اهداف في كل دوري، يعني الارقام هذه تعني لك ايش بالنسبه لياسر؟ ما انا يعني ما تعني لي شيء، يعني ممكن ينتهي الموسم، صحيح انه بدايه الموسم الحين الجوله الثامنه و7 اهداف بس ممكن ينتهي الموسم وانا على 7 اهداف، كل شيء جائز يعني كل شيء وارد، لانه بالنسبه لي انه تركيزي وطموحي دائما انه فريقي يفوز. بس في البدايه الكابتن عبد العزيز الدياسري مرحب بك عبر قناه لين سبورت. مباراه السته امس كانت مباراه قويه جدا، تتوقع انها نشوه الفرح هذه ونشوه الفوز ستؤثر بالسلب على اللاعبين مباراة الأربعاء؟ أول شيء بسم الله، الحمد لله قدرنا نفوز بنتيجة كبيرة، لا ما أعتقد أنها راح تأثر، لأن أعتقد الجميع اللاعبين عارفين يعني أولسان يختلف اختلاف كلي عن الرائد والبطولة تختلف، يعني إن شاء الله نقدر نحقق الفوز أهم شيء على أولسان. بالنسبة لعدد اللاعبين الكثر المتواجدين المميزين تقريبا متواجدين في وسط ملعب نادي الهلال، إيش يعني لك هذا بالنسبة لعبد العزيز الدوسري أنه يكون موجود أكثر من لاعب ينافس على الخانة؟ أكيد هذا يمكن شيء إيجابي، أنك كل مباراة تحاول تبذل يعني أفضل ما عندك عشان تستمر مع الفريق الأساسي، وإن شاء الله اللي يلعب أهم شيء في الخير والبركة، ونسعد إن شاء الله جمهورنا إن شاء الله يوم الأربعاء. كلمتك لجمهور الهلال يوم الأربعاء؟ والله الجمهور يمكن بدون لا أقول لهم عارفين يعني قوة المباراة، وإن شاء الله نستنى حضورهم معنا ووقفتهم معنا إن شاء الله.